صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة الخبير في القانون الدستوري الدكتور رشيد دوراري. صباح الخير دكتور، شكرا لتلبية الدعوة. صباح النور، تحياتي لك ولمستمع القناة الأولى وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور. مرة أسبوع انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية 12 جوان 2021. اليوم ينطلق الأسبوع الثاني من عمر هذه الحملة. عشية انطلاق الحملة الانتخابية كنا تحدثنا عن الخطاب الذي يجب أن يتجنبه المترشحون. تابعت أنت الحملة على مدار هذا الأسبوع بكل تأكيد. برأيك هل وفق المترشحون في قول ما يجب أن يقولوه لإقناع الناخبين بالذهاب إلى صندة الاقتراح واختيار برامجهم للمشاركة في تجديد الممارسة الديمقراطية وغد أفضل الجزائر؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، خليني نقول لك أنا ننطلق من المعطيات هذه باش يكون الإنسان موضوعي. أولا على ما جرى على مستوى ولاية الجزائر، إنه واحد واثنين من خلال ما تنقلته مختلف وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة. ننطلق من الصحافة المكتوبة، يقدر يتناولها الإنسان في أي وقت، بينما الصحافة المرئية والمسموعة تحتاج إلى أوقات معينة، والواحد إلا غالب الظروف يعني ما تسمحش بمتابعة جميع كذا. مبدئين حول الشكل، لعلك تشاركينني بأن هذه الحملة في الأيام الأولى لها، ثلاث أيام نقدر نقول الأولى لها، كانت محتشمة جدا، سواء يعني خاصة على مستوى الميدان من خلال قيام مختلف المترشحين بشغل القاعات المخصصة لهم وبالترويج لقوائمه الانتخابية، طبعا من خلال برنامج هذه القوائم المقترح والذي قدم كوثيقة أساسية ضمن ملف الترشح. ثم بعد ذلك بدأت نوعا ما، والفضل هنا يرجع التقليد في الحملات الانتخابية. وهذه ظاهرة يعني عرفناها في السابق بالنسبة تبتدئ دائما عادة القائمة الحملة بنوع من الفتور وبنوع من الاحتشام، ثم بعد ذلك تبدأ تتصاعد. وأنا من الذين يتوقعون بأن في الأسبوع الثاني ومع الأسبوع الثالث ربما تشهد صعودا في هذا الاتجاه. هذا بالنسبة من ناحية الشكلية. من ناحية الموضوعية، خليني نقول لك يعني أغلب الخطابات، لا أقول الكل، وإنما أغلب الخطاب الانتخابي بالنسبة لمجموع القوائم المترشحة لم يرقى إلى الدرجة المطلوبة. كنا نتمنى أن تكون هذه الحملة الانتخابية ترتكز أساسا على البدائل المطروحة أو المقدمة من خلاف مختلف القوائم، خاصة وأن ما يمكن أن نسجله هذه المرة هو تعدد دون طرح البدائل. نعم، هو تعدد هذه القوائم، ليس التعدد فقط من ناحية يعني العددية، وإنما أيضا من ناحية النوعية باعتبارها في أغلبها تتشكل كما قلنا في عدة مناسبات من شباب، من جامعيين، من مختلف التخصصات والتكوينات، وبالتالي كانت يعني هي فرصة لكي أيضا تكون غنية من حيث البدائل المطروحة لمواجهة مختلف المشاكل التي يعرفها مجتمعنا في مختلف المجالات. برأيي هي افتقرت إلى الإبداع. نعم، رأيي الشخصي المتواضع أنها لم ترقى إلى هذه الدرجة، وبالتالي دعني أقول لك بأنها لم تكن في مستوى طموحات وأمال ورغبات الناخب في عملية التغيير المنتظرة والمنشودة، من منطلق أن هذا البرلمان سيكون لا محالة برنامج التغيير، لا من حيث التركيبة البشرية ولا أيضا من حيث المستوى تكفله بمختلف القضايا العامة التي تعرفها بلادنا والتحديات والرهانات التي تواجهها مستقبلا. لأن الانتخابات التشريعية المقبلة هي فرصة مواتية للتغيير أيضا لتواكب التحول الذي بشرته الجزائر ضمن ديناميكية منسجمة متعددة الأبعاد، ولكن موحدة الهدف هي بناء جمهورية جزائرية جديدة في الممارسات السياسية، في الممارسات الاقتصادية، بيئة نزيهة أيضا وقوية قادرة على طرح الأفكار المتجددة التي تواكب كما قلت التحولات في المجتمع والعالم. ما هي الجزئيات التي يجب التركيز عليها برأيك؟ يجب خطاب إبداعي، طرح البدائل الحقيقية ربما بدل التركيز على تشخيص الواقع وفقط. أنا أعتقد بأنه خليني نقول لك هذه أيضا رأيي الشخصي، دق حوالي تقريبا سنتين ونحن فقط نربطه بالمهام الأساسية للنائب، لأنه دور النائب هو التشريع للأمة سنتين ونحن مع عملية تشخيص.
واعتقد بانه ليس هناك خلاف كبير في عمليه التشخيص، ما نقول تشخيص يعني تشخيص المرض الذي يعاني نعاني منه جميعا في مختلف المجالات، واساسا في المجال السياسي لاسباب لا داعي للعوده اليها، الحياه السياسيه الى غير ذلك في المراحل السابقه. ولذلك قلت كما ان المفروض من هذا المنطلق، لانه لاول مره نشاهد هذا الاقبال المتزايد والمنقطع النظير من مختلف الفئات الاجتماعيه وخاصه منها فئه الشباب. ولهذا قلت انا كان من المفروض ان تشكل هذه الانتخابات محطه للتنافس حول البدائل لمعالجه هذه القضايا، انطلاقا طبعا وعندما نتحدث عن البدائل انطلاقا من المهام الاساسيه الدستوريه والقانونيه التي يكفلها الدستور ومختلف قوانين الجمهوريه لهذه الهيئات التشريعيه. على انا سمعت بعض الخطابات، خليني نقول لك يعني والله تكاد تكون يعني ما لقيتش يعني تقريبا التعبير الدقيق عليها، لما يجي يتبارك بالرقم الذي تحصل عليه او تحصلت عليه قائمته، رقم 5 او رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا. البعض الاخر الذي يركز على القضايا المحلية على مستوى ولايته، وأن ويعد سكان هذه الولاية في حالة ما إذا أوصلوه إلى قبة البرلمان بحل جميع هذه القضايا. من هنا نقول هذا لست أدري إذا كان نقدر نسميه انحراف بالخطاب الانتخابي. لماذا؟ لأن مهمة النائب عندنا هي مهمة واضحة ومحددة دستوريا وقانونيا، والنيابة هي ليست نيابة محلية وإنما هي نيابة وطنية. بمجرد وصولي النائب او المرشح الى قبة البرلمان وحصولي على صفة النائب يصبح له طابع وطني، سواء من حيث الانشغالات كيف يتم، لانه هنا الجزئيه انه ينقل انشغالات، حتى المواطن يتهم انه بعد انتخابه ما يعاودش يولي لدائرته الانتخابيه، ينقطع تماما. والان احنا نقول ربما يقول لك انتم تتناقضون، من جهه تطالبونني ب نائبين يكون في اتصال دائم نعم يجب ان يبقى في اتصال دائم. بغرض ماذا؟ بغرض تحسس هذه القضايا، بغرض يكون عن طريق التشريع، نعم بغرض ترجمه هذه الانشغالات في المهام المنوطة به كنائب داخل المجلس الشعبي الوطني، من منطلق أنه الحكومة التي ستكون سواء كانت حكومة الأغلبية البرلمانية أو الأغلبية الرئاسية ستتولى محالة إعداد مخططات وطنية للتنمية في مختلف المجالات، ستتولى مناقشة قوانين تتعلق بمختلف هذه المجالات، ومن خلال سواء المصادقة على هذا المخطط أو هذه المخططات أو متابعة عمل تنفيذي الحكومة من خلال بيان سياسة العمل التي تقوم بتقديمه سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني أو من خلال مختلف النصوص القانونية، يتعين عليه أن يترجم هذه الانشغالات في شكل مخططات تنموية، في شكل قوانين تأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل للدخل القومي على مختلف مناطق الوطن بالتساوي، وأيضا من خلال قيامه بمراقبة عمل هذه الهيئات التنفيذية ومدى التزامها بتنفيذ برنامج عملها الذي على أساسه تحصلت على. وفي هذا الإطار طبعا إذا كانت هناك مشاريع عامة مبرمجة كذا، عليه أن يقوم بمتابعة مدى تجسيد هذه البرامج في الميدان العملي، مدى التزام كذا ايضا ما بين السلطه نعم. المهام السلطه القضائيه والسلطه التشريعيه، نعم والسلطه التنفيذيه، يكون في تحديد للمهام ايضا وفصل بالتأكيد المهام بالتأكيد وحتى لا تتدخل مهام النائب في البرلمان مع مهام هيئات اخرى وخاصه الهيئات التنفيذيه. هذه واحد. اثنين، لما نتكلم عن المتابعه اليوميه، نعم للنائب ربما دور في هذا المجال، ولكن لا يرقى او لا يصل الى درجه خليني نقول لك المجتمع المدني والديمقراطيه التشاركيه التي من خلالها يقوم هذا المجتمع المدني بمتابعه المهيئات المعنيه المحليه، لان حتى في هذا الاطار يجب ان لا يحل المجتمع المدني محل الهيئات الشعبيه المنتخبه على محليا، والتي لها دور كبير واساسي في عمليه التنميه والتطوير على مستوى هذه الهيئات المحليه. لذلك اقول انا للنائب نعم دوره في متابعه تنفيذ هذه السياسه من خلال ماذا؟ من خلال مهام المنوطه، وخاصه المهمه الثانيه اللي هي مراقبه الهيئات التنفيذيه ومدى التزامها بتنفيذ البرنامج الذي على اساسه تحصلت على ثقه البرلمان، والتي الدستور يخول هذا البرلمان في حاله اخلال هذه الهيئه التنفيذيه بهذه المهام
القيام بعملية سحب ثقتي من خلال إما تحريك ملتمس الرقابة أو من خلال في حال طلب الحكومة بالتصويت. سؤال أخير في التقييم فقط حتى ننتقل إلى الجوهر، العملية التقنية بالنسبة للعملية الانتخابية في مهام السلطة المستقلة للانتخابات. اللافت في الحملة أيضا هو الحضور القوي للشباب في القوائم سواء الحزبية أو القوائم الحرة، باعتقادك هو مؤشر إيجابي على أن ظاهرة العزوف الانتخابي أو استقلالية الشباب من الحياة السياسية أصبحت من الماضي، وهو أيضا عامل ثقة في الآليات الموضوعة في نزاهة العملية الانتخابية؟ نعم، هذه ظاهرة يجب تسجيلها، وهي ظاهرة لا يمكن إلا أن نصفها بالإيجابية، وهي تعالج خليني أقول ظاهرة عشناها في السابق المرحلة السابقة، هذه هي العزوف، نستعمل المصطلح العزوف على عملية الترشح. نستطيع أن نقول أنه انتقلنا من النقيض إلى النقيض، من لا مشاركة إلا المشاركة الكثيرة والنوعية، شباب في كل التخصصات، جامعي. نعم، هذه ظاهرة ويتعين علينا تسجيلها واعتبارها كظاهرة إيجابية. نعم، لم يعرفها مجتمعنا الجزائري في المراحل السابقة. طبعا هذا راجع لجملة من الأسباب، ربما المجال لا يتسع للخوض فيها وللتفصيل فيها، وستكون لما حالة مناسبة أخرى، خاصة بعد انتهاء، لأن ما أتمناه أن بعد انتهاء هذه العملية الانتخابية أن تفتح ورشات لتقييم هذه التجربة حتى نستفيد منها بالنسبة لأول بقية الانتخابات وخاصة المحلية المقبلة، وأيضا بالنسبة للمستقبل، ما يعني كمحطة أعتبرها شخصيا أساسية وجوهرية في تاريخ العمل السياسي في بلادنا. إذن مبدئيا هي ظاهرة إيجابية. أنا نظن بلي راجعة لجملة من الاعتبارات الأساسية، أولا نمط الاقتراع الذي تم اعتماده في إطار القانون الجديد اللي هو نظام الانتخابات القائمة مع الصوت التفضيلي والمفتوحة في هذه القوائم، هذا واحد. اثنين، أنا أرجعت أيضا لبعض العوامل القانونية التي تضمنتها خاصة الإجراءات الانتقالية الموجودة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتسهيلات التي قدمت في هذا المجال بالنسبة للمترشحين. ثلاثة، أيضا للإرادة السياسية الموجودة داخل الدولة، ويعني باش ما نكونوش يعني ما نضربوش هناك إرادة سياسية ترجمت في القانون العضوي، وأيضا ترجمت من خلال مختلف الآليات والوسائل التي قدمت، بما في ذلك تكفل الدولة برغم مما يقال في قضية 30 مليون هنا بالنسبة للشباب، لكن مهما يكون لأول مرة تكون هناك آلية واضحة ومحددة قانونيا لتدعيم ومؤازرة هؤلاء الشباب للمشاركة في العمليات. الأمر الذي أدى كما أشرت قبل قليل في سؤالك إلى تكسير حاجز العزوف على عملية الترشيحات، وتبقى الآن الكرة مرمية لدى هيئة الناخبين بالنسبة لعملية الاقتراع والاختيار مستقبلا. ما نتمناه هو أن يعني تكون هذه الظاهرة متبوعة بظاهرة أخرى، وهي ظاهرة تكسير العزوف على العملية الانتخابية. نعم، نتمنى أن تكون هناك مشاركة قوية، وهذا ربما من مهام المترشحين في هذه الفترة لتجذير الممارسة الديمقراطية والارتقاء بالخطاب السياسي حتى يكون في مستوى الحدث، لأن الانتخابات الشرعية المقبلة هي اختبار حقيقي للديمقراطية ومحطة هامة ينتظر منها أن تقود مسار الإصلاحات الأشمل والأعمق، حتى وإن كان يصعب الاستطلاع حول البرلمان المقبل، يقال أنه سيقوم برلمان فوسي فسائي. دكتور، قلت ذكرت أنه هذا النمط هذه العام هو جديد، نمط الانتخاب التفضيلي، 1483 قائمة تتنافس في هذه التشريعيات على 407 مقعد، هي عدد مقاعد النيابية. الناخب يجد نفسه ربما أمام عدد كبير من القوائم الحرة والحزبية وفق نمط القائمة المفتوحة، يشكل عبء على العملية الانتخابية من الناحية التقنية، عبء بالنسبة للناخب وأيضا بالنسبة للسلطة الهيئة المستقلة للانتخابات. شو خليني قبل ما نجاوبك على السؤال هذا بالنسبة لنمط الاقتراع الجديد وما يطرحه من مشكلات، وكنا تحدثنا عدة مناسبات في هذا البرنامج بالذات. أنا كل ما أتمناه في المدة المتبقية اللي هي أسبوعين، 15 أو 16 يوما، أن الخطاب الانتخابي يرقى إلى درجة معينة تكون في مستوى هذا الحدث على الأقل، وفي مستوى هذا التغيير الذي بدأنا نشهده انطلاقا من عملية الإقبال على الترشيحات.
وفتح المجال خاصة أمام الطاقات الشبانية والكفاءات الجامعية الوطنية في هذا المجال، وهذا لا محالة سينعكس مستقبلا على عمل الهيئة التشريعية، وسيعطي هذا لا محالة أيضا دفعا كبيرا في إطار القيام بمهامها. لا نرجع بالنسبة لسؤالك، نعم نمط الاقتراع المعتمد بقدر ما هو إيجابي جدا، يعطي حرية أكثر للناخب للقيام بعملية الاختيار، بقدر ما هو يشكل حافزا أساسيا يتعين استغلاله أو استثماره لدفع الناخب إلى الذهاب يوم الاقتراع والقيام بعملية الاختيار، بقدر ما هو يشكل أيضا حافزا أساسيا يدفع بهؤلاء المترشحين أو بهذا العدد الكبير من المترشحين إلى أيضا حث الناخب على المشاركة بقوة وبفعالية يوم الاقتراع، فإنه من ناحية العملية يطرح بعض الصعوبات أمام الناخب مستقبلا. انطلاقا من أولا نمط الاقتراع في حد ذاته، بقينا في ظل نظام الانتخاب على القائمة، يعني مبدئيا الناخب عندما يدخل إلى مكتب التصويت سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوائم، وعليه قانونيا أن يقوم بأخذ جميع هذه القوائم ليدخل إلى المعزل، ثم بعد ذلك يقوم بعملية اختيار القائمة. ربما عملية اختيار القائمة ما تطرحش إشكال كبير بالنسبة للناخب، لماذا؟ لأنه كل قائمة من هذه القوائم عندها رقم معين، أعطي لها رقما معينا، وبالتالي إذا لاحظت حتى في الحملة الانتخابية بالنسبة لبعض القوائم عندما يتدخل في أي مناسبة من المناسبات يركز على الرقم الذي أعطي له، هذه إذن مبدئيا تسهل لنا اختيار القائمة، لكن الإشكال يبقى مطروحا بالنسبة لعملية الاختيار داخل نفس القائمة. القانون يعطي للناخب باش إما يختار القائمة كاملة أو يختار عدد معين من المترشحين داخل القائمة، ولحد الآن من ناحية العملية السلطة الوطنية خليني نقول كنا وبكل موضوعية يعني قصرت في القيام بمهمتها في هذا المجال، ليس السلطة المستقلة فقط، أنا قلتها في عدة مناسبات، حتى الأحزاب السياسية أيضا، لأنه على هذه الأحزاب السياسية أثناء قيامها بحملة الانتخابية ألا تكتفي فقط بالترويج لبرنامجها، بل عليها أيضا أن تبين للناخب، أن تشرح للناخبة. سيكون لها ربما عملية تمثيلية حول المشاركة. إيه معليش، عملية تمثيلية واحدة لا تكفي، خاصة من خلال وسائل الإعلام يعني المرئية، المرئية اللي هي الأساسية وحتى المسموعة أيضا، ولكن بدرجة أكثر المرئية، حصة أو حصتين غير كافية. المفروض هذا العمل أنا سميته عملا بيداغوجي، وكنت من الذين دعوا منذ صدور هذا القانون إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب حتى يكون الناخب غدا أمام بينة من أمره، وعندما يقوم بعملية التصويت يقوم بها بكل يعني قناعة وعن دراية، خاصة إذا كان خدينا بالاعتبار الخصومية داخل البلاد أغلبية الناخبين هم من كبار السن وهم محدودي المستوى التعليمي والثقافي، وبالتالي يجيز القانون أن يكون مرافق معه ضمن القانون، لا وجود لأي كذا لأن العمل إلا إذا كان ربما عنده إعاقة، خلينا إذا كانت إعاقة وهذه الإعاقة واضحة ومثبتة طبقا للطرق القانونية وكذا، في هذه الحالة بإمكانها لماذا؟ لأن كبار السن أحيانا ما يقراوش وأحيانا حتى ضعف النظر، وبالتالي قراءة قائمة من 36 مثلا إذا أخذنا ولاية الجزائر اسم وكذا يعني تشكل صعوبة عملية أمام الناخب، حتى تكون عملية الاختيار مبنية على قناعات لهذا الناخب صوته وحتى لا يكون، خليني نقول هذه إعلام سورياتي، لا يكون الصوت الفائز في الانتخابات هو صوت القوائم الملغاة، لأن القانون يحدد يقول إذا كان يجب أن ينتخب على العدد المطلوب المتنافس عليه أو أقل منه، قال 10 مقاعد مثلا ينتخب مع 10 وعلى 1 وعلى 7 وعلى 5 إلى غير ذلك. ننتقل الآن إلى عملية توزيع المقاعد المطلوب شغلها في القوائم الانتخابية. دكتور رشيد مرادي، مادة 171 من قانون الانتخابات تنص على أنه توزع المقاعد المطلوب شغلها في القوائم الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى. البقاء الأقوى. نعم. مدام البقاء الباقي الأقوى. الباقي الأقوى. نعم، لأنه الاقتراع النسبي. الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي دون مزج، أي دون خلط بين مجموعة القوائم المتنافسة، لماذا؟ لأنه قلنا العملية الأولى عليها أن يختار قائمة واحدة من مجموعة القوائم.
ثم بعد ذلك ناتيو لعملية توزيع الأصوات. ولكن قبل ما ننتقلوا لعملية الأصوات يجب أن نوضح بأن القانون يقصي القوائم التي لم تتحصل على 5% كحد أدنى للمشاركة في عملية الفرز. واحد. اثنين، المعامل الانتخابي لا يمكن استخراجه إلا بعد القيام بعملية فرز أولي وإخراج القوائم عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف القوائم التي لم تتمكن من الحصول على 5% من الناخبين على مستوى الدائرة الانتخابية. هذه العملية الثانية. العملية الثالثة هي استخراج المعامل الانتخابي. القانون واضح في هذا المجال. عدد في هذه الحالة عدد الأصوات المعبر عنها يعني الصحيحة بعد أن نقوم باستخراج الأوراق الملغاة وباستخراج أيضا أو القيام بعملية حذف للأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم ترقى إلى 5%، نجيب بعد باستخراج المعامل الانتخابي اللي هو عدد هذه الأصوات على عدد المقاعد المتنافسة، تعطينا في النهاية يعني العدد المطلوب الحصول عليه من الأصوات للفوز بمقعد واحد. ثم بعد ذلك تأتي عملية توزيع. هذه العملية كلها دائما في إطار القوائم الانتخابية المتنافسة. العملية الثانية والمرحلة الثانية بعد أن نقوم بهذا العمل ويكون عندنا عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة من مجموعة القوائم المتنافسة على مستوى الدائرة الانتخابية اللي هي الولاية، ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي عملية الفرد داخل كل قائمة من هذه القوائم لنحدد من المترشح ضمن قائمة معينة، فرضا قائمة ألف بالمقعد أو منهم المترشحون الفائزون بعدد المقاعد إذا كانت هذه القائمة تحصلت على أكثر من مقعد واحد أي على 2 أو 3 أو 4 مقاعد. إذن تلاحظين معي بأن تساوي المقاعد لعدد الأصوات. طيب طبعا هنا القانون يفصل في هذا، في حال تساوي كذا ناخذ بالأصغر سنا، وفي حال إذا تساوي عدد الأصوات بين المتنافسين الذكور والإناث القانون فصل في هذه القضية وعطانا حل، هو ناخذ المرأة أو المرأة أو العنصر النسوي الذي تحصل على هذا العدد من الأصوات المعبر عنها ضمن القائمة. إذا تلاحظين معي بأن العملية نوعا ما معقدة صعبة، لا من حيث الناخب والدور الذي يقوم به ولا أيضا حتى بالنسبة لمكاتب التصويت والقيام بعملية الفرز، وإن كان في هذا المجال ربما كاين أن لوجيسيال ما على باليش، نظن السلطة لا محالة قد أخذت بعين الاعتبار هذا الجانب وستزود مختلف مكاتب التصويت بأن لوجيسيال يسمح لها بالقيام بعملية الفرز. ولكن مهما يكون خليني نقول لك بأنه 72 ساعة اللي حددها القانون ل النتائج لموافاة السلطة غير كافية. وأنا أيضا من الذين يتوقعون بأن تمديد فترة الاقتراع سيشمل ما نقولش كل 58 ولاية ولكن معظم الولايات، خاصة وأنه كما قلت هذا النمط من الاقتراع يأخذ وقتا من الناخب. تصوري باش يأخذ مثلا 56 بلتان دوفوت على مستوى مكتب معين ثم ينتقل إلى المكان المخصص له ويقوم بعملية الاختيار داخل القائمة، فالعملية ستستغرق وقتا لا محالة أطول. يعني النتائج ستكون تبقى أولية إلى غاية إعلان المجلس الدستوري بالتأكيد المحكمة الدستورية. نعم المجلس الدستوري. نعم الآن معليش ولكن المحكمة الدستورية القانون يتحدث عن المحكمة الدستورية رغم أنه هذه المحكمة لم يتم تشكيلها بعد إلى يومنا هذا. هل ستكون ناخذ هذا الاعتبار؟ شوفي أنا نجاوبك هذه الانتخابات ستسمح لنا بالقيام بعملية فرزين داخل المجتمع بالنسبة من الأحزاب التي فعلا لها قاعدة جماهيرية وتمثل ومن الأحزاب التي سوف لن تمثل، انطلاقا من أن هذه الانتخابات لا محالة ستكون انتخابات نزيهة وشفافة وسامحت بمشاركة الكل في هذه العملية، وبالتالي لا يمكن التحجج بأن مستقبل هذه الانتخابات انتخابات مزورة، وهذا ما سيجعل المشرع يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات.